الإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا في العام 94 تعود إلى الواجهة الإعلامية في العاصمة الفرنسية باريس، حيث افتتحت محاكمة رئيسي بلديتين رواندين سابقين أوكتافيان غينزي وتيتو براهيرا بتهمة المشاركة في حملة إبادة عرقية وجرائم ضد الإنسانية والإعدام التعسفية والتآمر على تدمير أقلية توتسي الإثنية. إنها المرة الثانية فقط في فرنسا التي يطبق فيها القضاء العالمي، هذا من جهة. ومن جهة ثانية، هذه المحاكمة تعتبر جزءا من التاريخ تتعلق بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، لذلك فإنها محاكمة مهمة جدا. المتهمان تعاقبا على رئاسة بلدية كامروندو الرواندية، حيث انتهت المجازر قبل نهاية شهر أبريل من العام 94 مع دخول المتمردين التوتسي في الجبهة الوطنية الرواندية الحاكمة اليوم، ما أودى بحياة 800,000 شخص على الأقل في نهاية يوليو من العام ذاته. الجلسة تستمر 8 أسابيع في باريس بعدما حصلت البلاد على إذن خاص من الأمم المتحدة.